إذن نبقى في إيران مشاهدينا. تتحدث الاستطلاعات عن تأثر نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيران بنسبة المشاركة، ذلك بسبب المنافسة الشديدة بين ثلاثة مرشحين، كما تتباين نتائج استطلاعات الرأي، وإن أشارت إلى فرص كبيرة لرئيس البرلمان الأصولي محمد باقر قليباف، وأيضا المرشح الأصولي الآخر سعيد جليلي، وكذلك المرشح الإصلاحي مسعود بزجكيان. تشير الاستطلاعات إلى فوز رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قليباف بأكبر عدد من الأصوات، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يحصد قليباف الأغلبية اللازمة لضمان الفوز في الجولة الأولى من التصويت. استطلاعات أخرى أظهرت تقدم المرشح الإصلاحي بنسبة طفيفة عن منافسه الأصولي جليلي، إذ حصد نسبة 24.4، فيما حصد جليلي نسبة 24 فقط، ويأتي بعدهما المرشح الأصولي الآخر قليباف بنسبة 14.7% من إجمالي عدد أصوات المشاركين في الانتخابات.